السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في قناتنا مايكرو إيرا لشرح الميكروبيولوجي. معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله هنبدأ. احنا بنتكلم في عيلة الإنتيروبكتيريسي. خلصنا الشريشي كولاي اللي هو بندلعها ونقول عليها الإيكولاي، خلصنا الكليبسيلا. تمام. طيب بعد الكليبسيلا هناخد في كده ثلاثة سبيشيز كده صغيرين، كلامهم قليل، الحلقة النهاردة لذيذة وهتخلص ايه سريعا ما فيهاش كلام كتير. تمام. والمره الجايه ان شاء الله هنبتدي في الايه، في السالمونيلا، ودي كلامها كتير ويعني مش عايزه حد يستثقلها، هي تقيله شويه. تمام. بس هي عايزه يعني ان انت تسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه لو امكن. يعني انا بحاول اعمل وقت الفيديو قصير بحيث ان انت حتى لو مثلا واقف بتعمل حاجه في المواصلات اي حاجه مش هياخد منك حاجه، مجرد ما تركب اي مواصله هتبص تلاقي الفيديو خلص على طول. تمام. طيب هنتكلم النهارده عن ايه؟ ثلاث سبيشيز، ستروباكتر، انتيروباكتر، والايه؟ والسرشي. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن الستروباكتر، كل واحد هنقول فيها كلمتين لا يتعدى الكلمتين. تمام؟ طيب هنتكلم عن الايه؟ الستروباكتر. مالها بقى الستروباكتر؟ بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ سيميلر تو ايكولاي، يعني ايه؟ شبه الايكولاي اكسبت باستثناء ها ان هي ستريت بوزيتيف، يعني حتى اسمها سترو، يعني حتى يعني كل واحد بينوب من نصيبه من اسم نصيب، او يعني كل واحد فينا بينوبه من اسمه، بياخد من اسمه ايه، او من بياخد من اسمه نصيب ليه، صح كده؟ يعني هي حتى اسمها ستروباكتر، صح؟ يعني على الاقل ستر يبقى ستر ايه، ستريت ايه بوزيتيف. يبقى هي بتشبه الايكولاي، شبه الايكولاي. ها نقف عند الحته دي، شبه الايكولاي بمعنى ايه يا دكتور؟ جرام نيجاتيف بس اللاي، صح؟ طيب نطبق القواعد اللي قلناها، لو نطقنا في الكلمه او تبقى مطيل، نطقنا سي او كي تبقى كبسوليتد. وانا كل مره بكرر عشان ايه تثبت في دماغكم. تمام. سترو، سترو اهو اهي، ده فيها كمان مش واحده، ده فيها سترو اهي، سترو نطقت او يبقى مطيل. احنا قلنا اصلا هي شبه الايكولاي، انا بقى بفسر شبه الايكولاي ايه. تمام. سترو ادي مطيل، سي اهو نطقنا سي يبقى كبسوليتد، صح كده؟ طيب يبقى هي شبه الايكولاي، يعني جرام نيجاتيف بس اللاي، مطيل كبسوليتد، صح كده؟ طيب الانفك، تمام؟ فاكرين الانفك كان في الايكولاي ايه؟ الانفك ها كان في الايكولاي ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف، صح؟ هنا بقى في الستروباكتر هيبقى ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف، بس هو ده الاختلاف يا جدعان، صح كده؟ طيب يبقى هنا السترو، هي الستروباكتر تشبه الايكولاي باستثناء ان هي ستريت ايه؟ بوزيتيف. طيب تعالوا نكمل بقيه كلامنا على ان هي تشبه الايكولاي. كوز يعني بتسبب امراض ايه؟ يو تي اي، مفيش مشكله. RTI اللي هو اليو تي اي يعني يورين تراكت انفكشن، RTI ريسبيرتوري تراكت انفكشن، صح؟ سيبسيس وورد انفكشن. طب انا كان عندي الايكولاي كانت بتعمل نفس الكلام. تمام. يبقى احنا بناكد على كلمه ان هي سيميلر تو ايكولاي. تمام. يعني انا مش بقول لك ده عشان دي حاجه جديده، لا، عشان ااكد لك ان هي سيميلر تو ايكولاي، اهي هي زيها في 1 2 3، حتى في الديزيز بتعمل كذا وكذا وكذا. تمام. طيب في نوع منها اسمه سيتروباكتر كوسري. تمام. والنوع ده لقلنا هو بيعمل ايه؟ بيبقى اسوشيتد بالمنينجايتس، بالاخص عند الانفنت اللي هم اقل من شهرين. تمام. واحد يقول لي ايه هو، انا استنتجت الكلام ده لما انت قلتي لي ان هي شبه الايكولاي، لان كنت قلتي لي الايكولاي من اشهر الحاجات اللي بتعمل منينجايتس في الاطفال، في نيونيتا، فاكرين نيونيتا المنينجايتس، صح؟ تمام. ما هي دي ماشي، ما انا بقولكش ان الجي بي اس وان الاستيريا مونوسيتوجينز والايكولاي والكليبسيلا هم بس اللي بيعملوا ونينوت المنجاتس، لا افهم الكلام صح، انا بقول لك دول اشهر حاجه، اشهر حاجه بتعمل من نينوت المنجاتس. لما بيحصل حاله نينوت المنجاتس بنفكر في دول، وفي فرق بين المنجاتس بصفه عامه، صح؟ المنجاتس بصفه عامه في حاجات تانية بصفه عامه، اللي هو بقى مش فرق كبار ولا صغيرين، دي هنقولها برضو. تمام. طيب هنا بيقول لك ان الكسري بتعمل منينجايتس فين؟ في الانفينيتس اللي هم اقل من ايه؟ من شهرين، يعني نيتال منينجايتس برضه، بس طبعا مش مشهوره، صح كده؟ مش زي شهره الايكولاي. تمام. طيب ادي يا سيدي الستروباكتر خلصناه، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا، تشبه الايكولاي باستثناء هي والستريت بوزيتيف، بتعمل نفس الامراض، وعندك اللي هو الستريت الستروباكتر كسري، بتعمل منينجايتس بالاخص فين؟ في الانفينيتس اللي لسه ايه؟ لسه 2 مانس، لاقل من شهرين. طيب تعال نخش على الانتيروباكتر. ها الانتيروباكتر كاتب لك ايه بقى؟ بص سيميلر تو كليبسيلا. ايه حكايه سيميلر اللي انت شغالين فيها النهارده؟ ما هم
حتى احنا قلناهم لك، يعني انا بقولهم لك هو بعد الايكولاين والكريسيل عشان ما تتوهش مني، عشان تربط الامور ببعضيها، صح كده؟ طيب يبقى انت عندك الانتيروباكتر تشبه الايه؟ تشبه الكريسيل باستثناء ايه بقى؟ ان هي مطيل. واحد يقول ايه؟ اه نرجع القواعد اللي احنا قلناها، انتيرو نطقنا الايه؟ انتيرو نطقنا الاو، تمام؟ بكتر اهو نطقنا الكي، صح كده؟ يبقى كبسوليتد برضه، بس تختلف عن الكليبسيلا. الكليبسيلا ما فيهاش ايه؟ الكليبسيلا مش مطيل، صح؟ ما فيهاش او، يبقى ايه الكليبسيلا نان مطيل. تفرق عنها الانتيروباكتر ان هي ايه؟ مطيل. يعني الانتيروباكتر شبه الكليبسيلا بس يفرق عنها ان هي ايه؟ مطيل. ده خد بالك شبهها بقى بمعنى ايه؟ يعني انت الانتيروباكتر كمان لو زرعتها تديك الكولون بتاعتها مايكويد كمان، خد بالك يعني، تمام؟ فمعنى ان انا بقول شبهها يبقى بقى ايه؟ يبقى انا اقول لك اهو حتى كمان لما تيجي تزرع الانتيروباكتر على المكوك تديك مايكويد ايه؟ كولوني، تمام؟ هي برضو دي بتدينا مايكويد كولوني. وقلنا عشان خاطر ان اول البرايمري كالتيفيشن الكليبسيلا بتبقى لسه محتفظه بالايه؟ بالكبسول بتاعها، لان قلنا الكبسول بيتكون ان فيفو واللي ان فيترو الايه؟ السبور. ما عندناش العيلتين بس اللي بيعملوا السبور، ارجع اعيد وازيد فيهم تاني، الباسيلاي اللي هي الباسيلس والكوليستريديوم، دول العيلتين اللي بيعملوا ايه؟ سبور فورمينج بس، تمام؟ طيب يبقى هي تشبه الكليبسيلا باستثناء ان هي مطيل، وكمان بتديني ميكويد كولوني ايه؟ على الايه؟ الكولوني بتاعتها بتبقى ميكويد على الايه؟ ماكونكي ابار، تمام. طب بيقول لك موست امبورتانت سبيشيز، ايه اكتر انواع مهمه فيها؟ ها انتيروباكتر كوليكاري، تمام، ايروجينز، ساكازاكي. وساكازاكي دلوقتي بيسموها كورونو ايه؟ كورونو باكتر، تمام. طيب يبقى عندك الانتيروباكتر قلنا بتشبه الكليبسيلا باستثناء ان هي مطيل. طب الموست امبورتانت سبيشيز كوليكاري، ايروجينز، ساكازاكي. وساكازاكي دلوقتي بيسموها كورونو باكتر، تمام. خد بالك يعني علاوه على ان هي الانتيروباكتر اللي هي تولد في الانفايرمنت، تمام، لقوا كمان ان اللي هو الكوليكاي والايروجينز كمان موجوده في الفود زي الميت والديري برودكت والفيجيتابلز، تمام، موجودين على السكين، طبعا موجودين في الانتستينال ايه تراكت، صح كده؟ احنا قلنا ان هي تشبه الايه؟ الكليبسيلا. طيب ايه تاني؟ اه طب بيقول لك كوز بتسبب ايه؟ هنعيد تاني، ما احنا عندنا الايكولاي والكليبسيلا ايه زي ما قلنا اولاد عم الاثنين، صح كده؟ طيب يبقى هي بتسبب، بتعمل يو تي اي، الار تي اي، ووند انفكشن، ما قلناش حاجه جديده، تمام. وخد بالك بتبقى مالتي دراج ريزيستنت، مالتي دراج ريزيستنت، ودي المشكله اللي بتقابلنا دلوقتي في اغلب البكتيريا، اغلب انواع البكتيريا، علاوه على ان هي الاسبل اللي هم الاكستندد سبيكترم، اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز، ان هم بيعملوا اساسا يعني دلوقتي ريزيستنت للبيتا لاكتام، دلوقتي بقوا مالتي دراج ريزيستنت. كمان في حاجات تانية، ده في منهم بيعملوا، عندك الانتيروباكتر دي بتعمل ريزيستنت للسكند جينيريشن من السفالوسبورين، تمام. وخد بالك بقول لك ايه، كونفيرم يعني ماشيه كمان في طريقه ان هي هتعمل ريزيستنت للثيرد جينيريشن من السفالوسبورين، تمام. يعني ما تستهونش بالحاجات دي، ممكن تيجي لك حاجه مش يعني بعيد عننا وبعيد عن السامعين، لما بتيجي حاجه من الحاجات دي الناس بتبقى واقفه عاجزه قدامها، لانها بتعمل يعني بتقاوم مضادات حيويه كتير، تمام. فدي بتبقى مشكله، وده طبعا يرجع لغلطنا احنا اللي هو فرط الاستخدام في المضادات الحيويه على الفاضي وعلى المليان. اي حد بيجي له اي حاجه دلوقتي المضادات الحيويه في بعض الاماكن بتتباع في السوبر ماركت، تمام. تروح للسوبر ماركت تقول له انا عايز مش عارفه ايه، وممكن كمان يكون سوبر ماركت تحت السلم اصلا، مش ولا حتى سوبر ولا ماركت، اي حاجه، اي حد فاتح كده دكان تلاقيه بيبيع ادويه. ودي مشكله وعرضتنا لمشاكل كتيره، تمام، لان احنا ما عندناش اصلا حتى في البلاد العربيه ما عندناش وعي لاستخدامات المضادات الحيويه والكلام ده. طيب يبقى عندك خلصنا السيتروباكتر والانتيروباكتر، قلنا تشبه الكليبسيلا، قلنا انواعها المهمه، وقلنا بتعمل ايه وموجوده فين، صح كده؟ طيب تعالوا لاخر حاجه معانا النهارده اسمها السراشيا، تمام. الناس بتقول عليها سراتيا، بس هي ايه يعني الاصح ان هي سراشيا، وزي ما قلت لك اسماء البكتيريا بتبقى لاتيني، عشان كده ممكن تلاقي ايه احيانا في ناس بتنطقها مختلفه عن بعض، تمام. طيب هي اسمها ايه؟ السراشيا. واهم نوع فيها او اكتر نوع بيبقى موجود كلينيكال في اللابوراتوري اللي هو الايه؟ السراشيا مارسينز، تمام. طيب بيقول لك المود اوف ترانسميشن بتتنقل ايه؟ بيرسون تو بيرسون. وقلنا لو ادام الاورجانيزم بتنقل بيرسون تو بيرسون يبقى الانفكتيف دوز بتاعته قليله، تمام.
خدوا بالكم انا ممكن اكون قلت الحاجات دي في فيديوهات بعد كده، ان انا ما بصورش بالترتيب تمام. يعني ممكن مثلا اجهز السلمونيلا اروح مصوراها، اجهز الشيجيلا اروح مصوراها، فاكيد هتلاقيني اتكلمت عن موضوع بيرسون تو بيرسون دي في الشيجيلا تمام. طيب فعندك ان هي بتتنقل بيرسون تو بيرسون، ارجع اقولها تاني، معنى ان البكتيريا او الاورجانيزم بيتنقل بيرسون تو بيرسون يبقى الانفكتيف زوز بتاعته لو او فيري لو كمان. يعني عشان يجي لي الاورجانيزم مش محتاج اخد كميه كبيره من الاورجانيزم، ممكن يكفيني شويه صغيرين يعملوا لي ايه ديزيز تمام. لما تلاقي ان البكتيريا بتتنقل بيرسون تو بيرسون اعرف ان الانفكتيف دوز بتاعتها ايه، لو او فيري لو تمام، قليله يعني. طيب تتنقل عن طريق الميديكال ديفايسز، اوكي، الانتروفينس دراج، الناس اللي هم والعياذ بالله اللي هم ايه المدمنين المخدرات اللي هم بياخدوها بقى ايه في الوريد. يعني هو لسه هيقول لك انا لسه هولع سيجاره ولسه هشم والجو ده، اديني في الوريد على طول تمام، خليها ايه تخش على الدم وايه ويخلص بسرعه تمام. يبقى ايه انترافينوس دراج تمام. احنا لسه هنسمع وياما على الناس دي والافتكاسات اللي بيعملوها يعني تمام. طيب بص بقى في نقطه هنا كده مهمه في السراشيه دي، بيقول لك ايه سام سترينز برودوس ريد بيجمنت تمام. الريد بيجمنت دي بتفيدني بايه؟ بص بقى بشوف الريد بيجمنت دي بتفيدني ان انا بختبر كفاءه الفلتر. يعني ايه؟ انا جبت فلتر دلوقتي عشان اعمل عشان افلتر البكتيريا. عارفين الفلترز اللي اللي هي الايه فلتر بيبر والكلام ده اللي بنشوف بنعمل ايه بنفلتر بيها البكتيريا. طب انا عايز اشوف الفلترز ده سليم ولا بايظ، اعمل ايه؟ هجيب انبوبتين، انبوبه فاضيه تمام، واحط فيها البروس شويه شوربه واروح حاطه السراشيه، لما هتطلع لي هتديني ايه ريد بيجمنت تمام. اروح جايبه الانبوبه الثانيه الفاضيه، ركزوا معايا، هجيب الانبوبه الايه، هجيب الانبوبه الثانيه الفاضيه واروح حط عليها الفلتر بتاعي واروح صب، هصب الايه الشوربه بتاعتي اللي فيها الايه السراشي. لو الفلتر ده سليم تمام، المفروض ان الفلتر هو اللي يحمر والفلويد والفلتريت اللي نازل ينزل لي كلرلس، معنى كده ان هو حجز البكتيريا صح كده. لكن لو حصل ان الفلويد او الفلتريت نزل لونه احمر يبقى الفلتر ده بايظ، ما حجزليش البكتيريا، ده نزلها لي معاها صح كده. نقول تاني، انا بجيب انبوبتين تمام، بجيب ايه، بجيب انبوبتين، انبوبه بحط فيها شويه بروس وازرع فيها الايه السراشه بتاعتي تمام، والانبوبه الثانيه دي فاضيه، بروح جايبه فلتر بيبر واحطها، نفترض ان هي الفلتر مثلا تمام، واروح صبه الانبوبه اللي فيها البروس والايه والسراشه، هصب لو الفلتر ده اهو احمر وده بقى كلر لسه ابيض زي ما انت شايف يبقى الفلتر ده سليم. لكن لو حصل العكس بقى، لو حصل ان الفلتر حتى لو الفلتر احمر والفلتريت هنا لقيته لونه احمر يبقى الفلتر ده بايظ، عاجز في ان هو يحجز البكتيريا تمام، يبقى ايه الفلتر فوت لي البكتيريا والفلتر ايه بايظ تمام. فاحنا بنستخدم السراشيه في ان هي تشوف لي الافشنس بتاعت الايه بتاعت الفلتر اللي هي كفاءه الفلتر تمام. طيب كوز بتسبب ايه؟ ها بص، بتسبب يو تي ار، نيمونيا، بكتيريميا، ووند انفكشن، اندوكاردايتس تمام. اندوكاردايتس بالاخص في الناس اللي هم انترفينس ايه دراج يوزرز، الناس اللي هم بتستخدم المخدرات عن طريق الايه الوريد تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا السراشيه، قلنا اهم حاجه فيها ام يعني ستريم فيها اللي هو مارس سينس تمام، قلنا بتتنقل ازاي بيرسون تو بيرسون ميديكال ديفايسز، الانتروفينس ايه دراج تمام. وبيقول لك سام سترين قلنا عندها ريد بيجمنت برودوس ريد بيجمنت، وبنستخدمها عشان نعرف كفاءه الفلتر بتاعي، لو الفلتريت نزل كلرلس يبقى الفلتر ده سليم، قدر ان هو يحجز لي الاورجانيزم فوق البكتيريا ما نزلتش مع الايه مع الفلتريت. لكن لو الفلتريت اللي نزل لونه احمر يبقى الفلتر ده بايظ تمام كده. وقلنا بتسبب يو تي اي، نيمونيا، بكتيريميا، ووند انفكشن، اندوكاردايتس بالاخص في الناس الانترافينس دراج ايه دراج يوزرز تمام. كده خلصنا الثلاثه سبيشيز دول، سهلين جدا ما فهمش كلام، واحده شبه الايكولاي، واحده شبه الكليبسيلا، والسراشيا زي ما قلنا نستخدمها في ايه. كده خلصنا، وان شاء الله المره الجايه نبتدي في السالمونيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.